عندنا السيربلم. السيربلم راح نقسمه الى جزء سيربلار كورتكس خارجي، والجزء وسطي وايت ماتر، والديب اللي هو سيربرال نيوكلياي. فمثلا عندنا هسه هاي الصوره التخطيطيه، هذا الجزء كله مثل لك يا سيربلار كورتكس، وايت ماتر يعني ما واضحه هنا. المهم وعندنا جوا شنو الديب نيوكلياي. فهذني الاجزاء مالته. فالسيربلار كورتكس يعني هذا الجزء راح القى بيه أربعة أو خمسة أنواع من النيوكلياي، اللي هنا موضحين هنا. مثلاً هسه هذا النوع وهذا النوع وهذا وهذا، واحدة منهن اسمها باركنجي سيل اللي تمثل لي هاي النواة، شي يسمونها باركنجي سيل. واحدة باسكت سيل اللي هي تمثل لي هاي الخلية، وستايلس سيل يعني ما واضحة بس هي تشبه الباركنجي فدمتشن باعتبار سوية، والجرانيولوس سيل اللي تمثل لي هاي النواة، والجرانيولوس سيل وكولجي سيل اللي تمثل لي هذا الجزء هاي النواة. المهم فهذا اللي الجرانيولوس راح يخرج منها فايبرز ويدخل بيها فايبرز، يعني اللي يدخل بيها يسمونه انبوت، تمام؟ اللي يخرج منها يسمونها اوتبوت. فحسب هذا المخطط مثلا هسه هاي انبوت، اذا شفت مثلث عليها معناتها هاي انبوت للباركنجي سيل، اذا شفت هي الجزء او يعني خارج منها هي الجزء والمثلث صاير هنا بالنواة الثانية يسمونها هاي معناتها output fibers، تمام؟ فيعني هسه بهذا المخطط عرفنا شنو الانبوت وشنو الاوتبوت. فنجي اول شيء للباركنجي سيل. قبل لا احكي عن الباركنجي سيل، حكينا احنا عن شنو، عن هذا الجزء اللي هو سيربال كورتيز، وقلنا النواة موجودة به. الجزء الثاني اللي هو ديب نيوكلياي اللي صاير ديب تمثل لي هاي الديب نيوكلياي اللي تمثل لي هاي الجزء. هاي الجزء الديب نيوكلياي راح يعني الفايبرز راح تجيها منين؟ من الباركنجي، وهسه راح نشوف. فهسه نرجع للسيربلار كورتكس نحكي عن الالياف اللي تخرج من كل خليه اللي يعني يسمونها اوتبوت، والتدخل لكل خليه اللي هي الانبوت. فاول شيء انا عندي شنو؟ عندي الباركنجي سيل. هاي الباركنجي سيل راح هي الوحيده يلي الليف مالتها يعني الفايبرز مالتها او الاكسون مالتها يخرج ويوصل للديب نيوكلياي، يعني النواة الوحيده يلي الاكسون مالتها يروح للديب نيوكلياي يعني يصير بي اوتبوت للديب نيوكلياي هو الباركنجي سيل يلي تمثل لي هذا. شوف هسه هذا الليف مالتها راح وين؟ للديب نيوكلياي. وطبعا كل الخلايا الاوتبوت مالتهن شنو يكون؟ انهيبيتوري، عدا الجرانيولوس سيل تعتبر شنو الاوتبوت مالتها يعتبر اكزايتيتوري يعني محفز. فالباركنجي سيل اكيد الليف مالتها يعتبر انهيبيتوري، فهنا اشاره سالبه ترمز اللي انه هو اطل الديب نيوكلياي اشاره انهيبيشن اللي هو عن طريق نيورو ترانسميتر يسمونه جابا امينو بيوتريك اسيد او جابا، يعني النيورو ترانسميتر مال باركنجي او مال انهيبيتوري سيل كل يعني تقريبا كلهم عدا الجرانيولوس هو الجابا. عرفنا الباركنجي يعني الالياف اللي تخرج منها. هسه الجرانيولوس سيل، الجرانيولوس قلنا هي الوحيده اللي تعتبر شنو اكزايتيتوري. فهاي الجرانيولوس سيل إلها انبوت وإلها اوتبوت. الاوتبوت تمثل هذا الجزء. شوف هسه ان انا قاعد تخرج وهذا المثلث صاير من الخلايا البقيه، فالاوتبوت مالتها يروح لمن؟ يروح لكل الخلايا ويسوي ساين اب. شنو ساين اب؟ يعني مثلا هسه هذا مثلا هسه هذا الليف مالتها راح وين راح؟ اتحد ويا من؟ ويا الكولجي سيل. او هذا الليف مالتها وين اتحد؟ ويا الباسكت سيل. او هذا الليف مالتها وين اتحد؟ ويا الباركنجي سيل. فسوي ساين اب وذ اذر سيل الموجوده وين؟ بالسيربرال كورتكس. قلنا ما تروح للديب نيوكلير، مقتصره فقط بهاي المنطقه. فطبعا الالياف مالتها مال جرانولار سيل شي يسمونها باراليل فايبرز، الالياف مالتها يعني الاكسون مالتها شي يسمونه باراليل فايبرز، وش تعتبر؟ قلنا اكزايتيتوري، يعني النيورو ترانسميتر مالتها شنو؟ النيورو ترانسميتر هو الجلاتاميت،
وقلنا هي الوحيدة شنو تعتبر اكزايتاتوري. هاي بالنسبة للأوتبوت. الأنبوت أكيد راح تستلم من جوه عن طريق موسي فايبرز. هسه راح نجي للفايبرز اللي تعتبر أنبوت، يعني أنبوت إجت مثلا من أنحاء الجسم إجت للخلايا. فهسه هذا الموسي فايبرز إجت من جوه، يعني مو من الديب نيوكليا، لا من جوه، من يعني جوه مثلا من أنحاء الجسم كلها تقريبا، وراحت للجرانيولار سيل. فراح تطي هسه هاي الموسي فايبرز راح تطي انبوت المن للجرانيولار سيل، وطبعا تعتبر اكزايتاتوري. يعني الانبوت اللي يجي للجرانيولار سيل يعتبر اكزايتاتوري منين؟ من الموسي فايبرز. كذلك الكولجي سيل يعني الجرانيولار سيل تستلم انبوت اكزايتاتوري من الموسي فايبرز، بس تستلم انبوت انهيبيتوري منين؟ من الكولجي سيل. فيعني الجرانيولار سيل تستلم انبوت اكزايتاتوري منين؟ من الموسي فايبرز، وانبوت انهيبيتوري منين؟ من الكولجي سيل. يعني الكولجي سيل تطيها فايبرز، وهذا الفايبرز يعتبر انهيبيتوري ثالب مثبط. هاي بالنسبه للجرانيولوس سيل. نجي للباسكت سيل والستيلس سيل. طبعا يعني هنا مش شابهات، فيعني حط هنا بس الباسكت سيل. الباسكت سيل راح تعتبر انهيبيتوري، احنا قلنا كلها انهيبيتوري. راح تصير بها انتر نيورون ويا من ويا الباركنج سيل، يعني تودي اوتبوت، يعني يخرج منها اوتبوت فايبرز وين يروح؟ للباركنج سيل. يعني الباركنج سيل راح تستلم انبوت، تستلم انبوت منين؟ من الباسكت سيل. والباسكت سيل يخرج منها شنو؟ اوتبوت. وش يعتبر انهيبيتوري؟ يصير بها انتر نيورون، يعني هي هذا الفايبرز مالت الباسكت سيل يخرج منها يروح وين؟ للباسكت للباركنجي سيل، ويعتبر شنو؟ انهيبيتوري. هاي عرفناها. وطبعا شيء اكيد الباسكت سيل تستلم انبوت اللي هو هذا الجزء منين؟ من الجرانيولوس سيل، لان احنا قلنا الجرانيولوس تعطي انبوت المن لكل الخلايا الموجوده بالسيرفل كورتكس. الكولجي سيل يعتبر شنو؟ انهيبيتوري، قلنا كنهن يعتبرن انهيبيتوري. هاي الكولجي سيل راح تستقبل انبوت، يعني شنو الانبوت؟ يعني المثلث الها هنا هذا واحد وهذا واحد، واكو واحد ما موضح بالصوره، فيقول لك تستقبل انبوت منين؟ من الموسي فايبرز. هذا الموسي فايبرز، هذا الانبوت منين اجاني؟ من الموسي فايبرز، ومن الجرانيولار سيل اكيد عن طريق البارالل فايبرز اكيد تستقبل من الجرانيولار سيل. وطبعا ايش يعتبر؟ بما انه هو موجب وهنا موجب، اكيد يعتبر ان اكزايتاتوري. اشوف اتاخذها كل الانبوت يعتبرن اكزايتاتوري، لان لحد الان يعني عدا طبعا عدا مال الجرانيولار سيل ومال باسكس، يعني اللي يروح للباركنجي بهذا الجزء وهنا هذا الجزء يعتبرن انهبيتاري، والبقيه هذن يعتبرن اكزايتاتوري موجبات. فهاي قلنا الكولجي سيل استلمت انبوت منين؟ من الموسي فايبرز ومن البارال فايبرز، وقال لك من الكولجي سيل، الباركنجي سيل اقصد، بس هنا ما موضحها بالصوره. الاوتبوت يعني اللي يخرج منها هسه هذا الفايبرز يخرج منها وين يروح؟ للكولجي للجرانيولار سيل. مثل ما قلنا للجرانيولار سيل ايش يعطيها؟ اشاره انهيبيتوري. اللي يخرج منها ايش يعطيها؟ انهيبيتوري. هسه هاي عرفنا بالنسبه للكولجي سيل.